عبد الرزاق البدوي، اسم ارتبط بفرقة البدوي للمسرح. عبد الرزاق كان من الناس اللي انفتحوا على تجارب مسرحية عالمية منذ منتصف القرن الماضي، وساهموا في إدخال العديد من التغييرات على المسرح المغربي بفضل النصوص الأجنبية اللي تم اقتباسها، وكذلك تطوير طريقة إخراج المسرحيات. عبد الرزاق تزاد في الدار البيضاء سنة 1947 من أسرة هاجرت من شمال المغرب في بداية القرن الماضي، واستقرت في درب اليهودي بالدار البيضاء. عاش عبد الرزاق فترة الاستعمار وهو طفل صغير تقرأ في المدرسة. تجربته مع المعمرين خلاته يكتشف نفسه القدرة على التمثيل بمعنى البسيط. في سنة 1957 عرف عبد الرزاق أول تجربة في التمثيل مع الراحل محمد عصفور، بعدما أعطاه دور يمثله في الفيلم ديالو الإبن العاق أو اليتيم. مشيت شفت هذاك العرض الأول ديال الفيلم ديال الإبن العاق اللي كان دار المرحوم محمد عصفور، فإذا به ملي كنشوف هذاك الفيلم كان فاجأ بواحد طفل صغير لعب في هذاك الفيلم، وكان طفل موهوب وداكشي، وكان لعب مزيان، هو السي عبد الرزاق البدوي. وبسنة 1965 تمكن عبد الرزاق من تأليف وإخراج أول مسرحية مقتبسة ليه، وهو تلميذ في الثانوي. إنه استطاع، هو واحد فرنسي اسمه إيميل عملوا جاليلي جاليليو، وكتعرف ان عمل ديال بريشت في ذاك الوقت كيصوبوا عبد الرزاق في ذاك السن، معناه انه العقل، هو دائما العقل كيكبر بالفكر وبالثقافه. الانفتاح على تجارب وثقافات اخرى مكن عبد الرزاق من تطوير القدره ديالو على الاقتباس وعلى ترجمه اهم النصوص الاجنبيه والعمل على مغربته. بديت كنقتبس وكنترجم اعمال ديال مسرحيات كبيره ديال مولير، سيرتو ديال مولير، كنترجمهم من الفرنسيه للدارجه، وما كانش عندي حتى مستوى كبير في ذاك الوقت، وكنحاول بالديكسيونير والترجمات. هنا كان دائما نفعاتو الثقافه ديالو ذاك الوقت مزدوجه، يعني عربيه قحا وفرنسيه، قراهم بجوجهم في المحمدية، وقراهم أيضا بجوجهم في مولاي عبد الله. وهذاك الوقت احنا كنا في حاجة إلى شباب اللي عندهم اللغة الفرنسية قوية، اللي احنا الجيل اللي ما استفدش من الفرنسية، وهذا الفرنسية اللي استفد منها عبد الرزاق حولت التاريخ ديال الاقتباس وديال الكتابة ديال المسرح، لانه جميع الاعمال ديال مولير وديال راسين وديال شيكسبير كلها هذه اعمال كان هو اللي كيشتغل فيها في هذاك السن، كان كيشتغل فيها، وعاد كنحولوها حنا الى افكار الى كذا في عمل جماعي. غادر عبد الرزاق المغرب باش يلبي الرغبه ديال خو عبد القادر، وكذلك الرغبه ديالو هو شخصيا دراسه المسرح وفق المناهج العلميه، والتحق بفرنسا في عام 1965. لما مشى وشاف الأعمال ديال جون فيلار، ثم حضر التدريب وحضر المحاضرات وحضر الندوات، جاب فكر جديد، فكر اللي الآن خص يكون تغيير في الفرقة. تغيير بسبب التأثير الفرنسي، وخاصة تأثير جون فيلار، تأثير بانت نتائجه الأولى في طريقة الإخراج المسرحي. من التغيير انه غادي نعطي مثال بواحد المسرحيه، فمسرحيه العاطلون اللي كتبتها انا في 59 60، عملت لها اخراج، يعني كان اخراج عادي ديال فصل واحد في ديكور واحد، فهو لما جا من افيليون قال لي الاخ عبد القادر هاد المسرحيه غادي يتعاد فيها النظر، غادي يولي فيها ساعتين، وشبر هذيك المسرحيه وعمل لها مونتاج علمي، وفي هذاك المونتاج عمل 15 يوم في المسرحية، وعاد عملنا كتابة جديدة للعاطلون، وصبحت العاطلون كتعرض في نفس الديكور ولكنها في 15 يوم، والطريقة الحديثة كانت ديال جون فيلار. تأسيس مسرح الطالب كان أيضا من نتائج التأثير الفرنسي على عبد الرزاق، مسرح
تمكن من استقطاب عدد من الأسماء المعروفة بحال أمينة بركات، مصطفى الزعري، وعائشة ساجد وغيرهم، خطوة تاخذها ضمن مجموعة من الخطوات والتغييرات اللي جات على مراحل. بعدا كيديروا عروض في كيمشيو هما عند الطلبة الثانويات، في الثانويات كانوا كيديروا داك المسرحيات ديالهم في الثانويات، كانت يعني ما كانتش شي فرقه كدير هادشي من غيرهم ومن غير فرقه البدوي. تقديم العروض ما كانش هو الاجراء او التغيير الوحيد اللي قام به عبد الرزاق، وانما الساطع كذلك تكوين عدد من الطلبة وحولهم من متفرجين عاديين إلى ممثلين استطاعوا يستمروا من ذلك الوقت إلى الآن فوق خشبة المسرح. كنا كنعملوا دائما إشهار في نهاية العرض، كنعلموا دوك الشباب اللي بغى يجي يشارك في الورشة ديال التكوين في مسرح البداوي راه غادي يجي وحنا غادي نكونوه بدون مقابل، واللي ينجح فيهم غادي يولي ممثل أو ممثلة في مسرح البداوي. هنا بطبيعة الحال من أول الناس اللي انخرطت هنا عائشة ساجد، ومن بعد جاء حتى مصطفى الزعري اللي كان كيعمل المسرح في فرق أخرى، ولكن جاء المسرح ديالنا. لعبنا مولير كله، لعبنا اقتباسات أخرى، لعبنا مسرح المغربي، التأليف عبد القادر البداوي، لعبنا جميع الأنواع ديال المسرح. وهاد الطلبة كان منهم اللي كان كيجي يتفرج وكيحضر الدروس، ومن وجا من بعد انضم للفرقة كممثل، ولاو ممثلين وممثلات. كاين اللي فيهم باقي لدابا الان في الميدان، وكاين اللي مشى لاعمال اخرى، ولكن الفضل كان رجع لهاد العمليه ديال المسرح الطالب. كنوصلوا لشي مدينه وتيقول لنا غادي تخرج السينما بستة، خاصكم ملي يخرجوا الناس تمونطيو الديكور، انا غادي نمشي نرتاح. فما كانش كيرتاح، ملي كنجيو في السينما كنلقاه جا، تنقول له ما ارتاحش، يقول لك لا انا بغيت نعرف واش كديروا. تلقاني الله تركبوا في الديكور، تيجي تيقول لنا ماشي هذاك البانو خصو يكون تما، ها فين غيديروا؟ تيهز هو ذاك البانو كيديروا، وكيقول لك واجيبوا البانو الاخر، كنجيبوه كيعاود يصوبوه ويضرب المسمار ويشد لا جون فورس يقادها، واسمو ما كتحسي بهذاك السيد حتى كيكون هو اللي دار الديكور وحنا ما درنا حتى شي حاجه، الله عاوننا. عبد الرزاق صبح بسبب هذا الوضع تيتولى الاشراف على العديد من العمليات، بل وصبح مثل باقي أعضاء الفريق متعدد الاختصاصات. نظرا للأزمة المالية اللي كنعانيوها، فكنت أنا كنساهم في الكتابة ديال العمل المسرحي، مرة ما كنكتب أنا مؤلف أو مقتبس أو مترجم، كنت كنعمل السينوغرافيا ديال المسرحية، كنت كنوقف على الديكور تا كيتنجز، كنت كنعمل تصميم ديال الملابس، كنت كنعمل الاخراج جميع هاد الانتاجات ديال الفرقه ديالنا مسرح البداوي منذ كانت الى اليوم، وانا هو المخرج ديال جميع هذيك الاعمال. لولا هاد التعدد الاختصاصات ما كانتش تمشى هاد الفرقه ديالنا. قام عبد الرزاق باقتباس وتاليف واخراج اغلب النصوص والمسرحيات اللي لعباتها فرقه البداوي، بحال العاطلون، البخيل، ومطربه الحي، واستمر في العطاء بنفس الروح والوتيره قبل ما ينفصل على عبد القادر البدوي بعد ما عاشوا على خشبة المسرح معا منذ تأسيس الفرقة. يمشي عبد الرزاق صوب الفرقة ديال سماها فرقة البدوي للاستمرار. أنا سعيد جدا لهاد المراحل اللي تقدم فيها عبد الرزاق، وكان اعتبر أن البديل ديال المسرح البدوي واستمرار ديال المسرح البدوي هو عبد الرزاق البدوي. الاستمرار هو في الواقع كلمة السر اللي جعلت عبد الرزاق يبقى واقف فوق خشبة المسرح من البداية إلى الآن، ويواجه الصعوبات اللي عاشها الفرقة ديالو والصعوبات اللي تعيشها المسرح المغربي بشكل عام.